قناة مصرية تكشف جزء من استثمارات السيد كاظم فنجان الحمامي في مصر. الإعلام المصري سوى تقارير مناشدات للمسؤولين بإيقاف إجراءات إخلاء شققهم من قبل السيد محمد بحر رجل بنت كاظم فنجان. المشاريع والعمارات اللي تعود لكاظم فنجان واللي يديرها زوج بنته محمد بحر تقدر قيمتها ب 30 مليون دولار، وهاي المشاريع تحديداً بمنطقة المنصورة ومنطقة الأندلس. طبعاً مصدر الفليسات واضح، لأن كاظم المسودن مثل ما كان يسمي نفسه بقعدات العزايم بالبصرة لما كانت الناس تعزمه حتى تسمع سوالف الخيالية، وهو يروح بلحم بطنه ويحكي لهم سوالفه مثل وجود مطارات قبل 5000 سنة، وسالفة ال 16 سايدة اللي تربط أوروبا بالبصرة، 8 سايدات ذهاب و8 سايدات إياب. بس بعد استلام منصب الوزير الشغل اختلف، لأن كاظم جاب محمد بحر زوج بنته حتى يلزم له المشاريع بوزارة النقل ومزاد بيع المناصب، والنسيب ما قصر وحلبها حلب لما نعل سلفة سلفاها بحيث سوى خمرة زينة. أما مسألة مسوي مشاريع ب 30 مليون دولار عادي، مو جديدة على مسؤولينا وزرائنا وحكومتنا، بس تروح تستثمر بمصر هاي غريبة. ليش ما على الأقل سويت هاي الاستثمارات بالبصرة وقدمت خدمة بيها لأبناء محافظتك؟ ليش ما سويت محطات تحلية الماي من زكاة فلوسك البايقها حتى ترضي ضميرك إذا عندك ضمير أصلاً؟ بس الظاهر الجماعة راحوا استثمروا هناك لأن أحد أجداد السيد كاظم فنجان كان وزير النقل ينفرعون، أو نسيبهم كان مدير مكتب توت عنخ آمون، والله أعلم.